بيقول حايين بارليف. واضح ان حايين بارليف بيضرب في مين او بيكشف مين؟ بيكشف شارون. دول وقعوا في بعض. وقعوا في بعض لانه بيكشف مين؟ شارون اللي هو طايع في العالم كله يقول لك انا ملك الثغره، انا اللي خلصت. وعاش بقى على حته الثغره دي بقى وعبقريه الثغره على ممر فاضي ما بين جيشين، لو كنا كنت بتعمل مين ما كنتش هتعرف غير لما الطياره الامريكيه بعتت لك الصوره قالت لك خش في الحته دي. ومع هذا جاء المصريين راحوا مكونين وقدموا الخطه في مجلس الحرب وتم الموافقه عليها وقال هخلص، قال له خلص. اللي هو مأمون. جاي يخلص كيسنجر وقعدت شرف. قال له لو خلصت هندخل. بطريقه كده قال له لا مش عايز احرق عليك. وبدات القصه تبقى فيها، واذا لولا وقف اطلاق النار الثغره كانت خلصت. ودي مش عشان اقولها لك، ده اهو شوف هينبر ليه بيقول لك ايه. لقد كان بامكان المصريين القضاء على قوتنا في ساعات. مين اللي بيتكلم؟ اللي اسمه على اكبر ساتر ترابي في تاريخ الصهاينه وقعد يقول لك ايه؟ الساتر الترابي ده مش عارف ايه ولا اللي يقهر ايه ولا مش. وانا رحت الساتر الترابي ده شفته وانا صغير. يعني انا اهلي اخذوني بعد وقف اطلاق النار ورحنا شفناه. انا انت بتشوف المنظر بتاع الجنود من البواسل اللي هو بيتصور وهم طالعين على الرمله والرمله بتنزل كده وبعدين في واحده حاطط سلالم خشب. انا مش اللقطه المشهوره دي. انا اتحداك لو تعرف تطلع نص متر في الرمله. اتحداك. الرمل لازم تاخدك وتنزل. حته ساتر والقطب وادوار تحت الارض مواويل. مواويل ابقى لكم مره. ده انا هيك بقى اللي شايل مدفع واللي شايل مدفع العجله واللي شايل السلم واللي كام كيلو. لقد كان بامكان المصريين القضاء على قواتنا في ساعات وتكبدنا الاف القتلى لولا ان احترامهم لوقف اطلاق النار. مين بيقول؟ حيين بارليف بيقول لك احنا احترمنا المصريين احترموا وقف اطلاق النار. جاء رحمه بجنودنا. جاء رحمه بجنودنا وضباطنا. اسمع اللي جاي. فلماذا يتبجع شارون؟ بس هو انت بتسيبهم بقى يعني هم لما يخبطوا كده خد انت بقى خلوه اتفرج. انا ماليش دعوه. انت بقى ايه؟ خبط. انا عملت عليا. هو واحد بيكشف. فانت تقول يا بسام الانتقام للدرجه دي كان في قلوب الجنود. ايوه. لان انت ما عندكش فكره الاعلان العالمي عمل فيك ايه في 67؟ في مجله مشهوره يا جماعه فرنسيه اسمها باري ماتش. باري ماتش دي يعني زي انت عندك كده مجله مشهوره جدا. عملت ملف من 16 صفحه. كان من ضمن الحاجات اللي عملت الحلقه من 67 وحطت صوره لذئاب بتنهش لحم شهيد مصري. لقطه انت متخيل لو كنت شفت اللقطه دي كان هيبقى جواك عامل ازاي؟ كل ده بنى طبعا التأليس طبعا النكت على الجي يعني الحاجات دي كلها كانت حاجه من الاثنين هتعمل فيك رد فعل ايه؟ سلبي يا اما هتكون جواك اراده خطيره جدا ان انت ايه؟ تنتقم. هو كان عنده كده هنروح يا نرجع مستشهدين يا نخلص ونحرر سيناء وده كده. 67 هنري كيسنجر خرب بيتك يا كيسنجر. هنري كيسنجر المشهور بالمكوك يعني اطلق عليه في وقتها انا فاكر كنت اقرا وانا صغير انا اقرا الجريده لكن المكوك ليه؟ لان هنري كيسنجر رايح جاي يعمل ايه السادات يعمل مش عارف الساين يعمل ايه كده رايح شاطرين كده. في 67 هنري كيسنجر بعد هذه المعركة العجيبة قال بأنه وصف مصر بأنها حصان ميت. شوف الكلام ده كله اتقال عليك انت لازم تبقى يعني مش هتعرف تقف تاني على رجلك دي. عشان كده اللي مرحلة الصمود والاستنزاف والتحدي الثلاث مراحل دي اللي حصلت ما بين 67 و 73 أنا بتخيل إن دي كانت بروفات يعني حتى قيل في ما قيل أن السادات عبر خطة ناصر يعني أو حاجة كده ليها علاقة بكده يعني. لن تقوم له قائمة هكذا قال هنري كيسنجر عن الجيش المصري حصان ميت لن تقوم له قائمة. أهو قام وبقى فرس وكسر السباق وطلع الأول رغم يعني مش هديان أو مش ديان إن أمام مصر 100 عام على الأقل حتى تخرج من هزيمتها. لا ياخدوا 6 سنين لا 100 ولا أعزمهم. خلاص وقلنا اتفقنا ان راس العش كان انا بعتبره انتصار فادي ده ايه 20 يوم مش 100 سنه ولا حاجه حتى تاخد منازلتها وتملك القدره على القتال. قال الكلام ده في دار الابواب. في كتاب نازل اليومين دول معاك يا دكتور اسمه اعترافات حاجه زي كده عنه وجيه
طبعه ثانيه بتكتب بتباع ب 20 جنيه عند بتاع الجرايد. الكتاب ده مهم قوي. لما ما لقيتوش في المكتبات اشتروه. ده رايي لكم، وقروه لاهاليكم وقروه لاخواتكم. لانه جاي كمان قطع كتيره جدا من كتاب اسمه المحتال. اشكرك. حرب اكتوبر شهاده اسرائيليه. ده من كتاب اليوم بتاع الجرايد ب 20 جنيه. وجيه وذكرى رحمه الله عليه، فمن الواضح ان ده اعاده لبضاعته. تحفه الكتاب ده، فيه اسرار كثيره جدا جدا، وفيه حقائق كثيره جدا جدا، وكمان فيه بعض التراجم لقطع من كتاب المحتال. المحتال اللي انت عملته قولها لنا ليه يا عم بسام؟ المحتال شكرا جدا. كلمه عبرانيه بمعنى التقصير. عارف انت قصرت في حاجه الى التقصير. ايه كتاب التقصير ده؟ ده كتاب كتبه سبعه من المعلقين الصحفيين والعسكريين والصهاينه اللي بعد ما رجعوا من حرب اكتوبر كتبوا. هم شافوا بقى بعينيهم هناك ايه اللي حصل ورجعوا كتبوا كتاب اسمه المحتال اي التقصير، بيفضحوا فيه بقى التقصير اللي كان موجود في الجيش الصهيوني. في الكتاب ده جندي صهيوني نظر تحولي، عايزك تتخيل معايا المنظر لهذا الجندي الصهيوني. نظر تحولي فشاهدت قذائف ناريه مشتعله ترقص في الجو وهي في طريقها الى الدبابات القريبه مني. لم افهم بعد ماذا حدث، ولكني فهمت في وقت لاحق ان هذه صواريخ. هو مش قادر يستوعب فكره ان المصريين بيضربوا صواريخ. بيقول لك نار بترقص في السماء. نار يا حبيبي، صواريخ نازله فوق دماغك ودماغ الدباب اللي جنبك. ولكني فهمت في وقت لاحق ان هذه صواريخ وان سلاح المشاه الواقف امامنا لا يقل خطوره عن الدبابات. كان هذا بالنسبه لي مفاجاه. خد بالكم الجندي المصري اللي ماسك الار بي جي واللي ماسك القذائف بالنسبه للصهيوني، الجندي الصهيوني ده كان عباره عن دبابه. لان قال لك ايه ده مشاه؟ مشاه يعني يقول لك ده مشاه. اتاري المشاه كل واحد مشاه من دول كانه مدرعه شغل. جولدا مهير كتبت كتاب اسمه حياتي. هذه العجوز الشنطاطي دي بجد لو كلمه عجوز شنطاطي اتكتبت باللغه العربيه انا اتخيل انها لم تكتب الا لجولدا مهير، لانها تحوي كل معاني هذه السيده الشنطاطي. بلويه يا ساتر يا ساتر، وقت تطلع تقول لك انا فلسطينيه. فلسطينيه ايه؟ البيت فرض وهم. تقول لك انا كنت احمل الباسبور الفلسطيني من لحد سنه 47 يعني قبل النكبه 48 واخد بالك؟ وقالت لك احنا وي ور انا كنت بعمل باسبور فلسطيني. طب لما انت معترفه يا ست زبده بان انت بتعملي باسبور فلسطيني من العشرينات لحد 47 بتقولوا لكم حق ايه فيها بقى؟ بس كنت انت اعترفتي بعظمة لسانك انها وي ور بالستينيانز وبتقوليها وانت مفخوره. ده فيديو عرضتها في الحلقه الشهيره بتاعت المحور اللي ما شافهاش لازم يشوفها 90 دقيقه بس انا مش شمعها جيهان لابيه بالمذيع. حلقه غيرت حياتي وازعم انها هتغير حياتك. بس شوف الحلقه دي حلقه طويله شويه 50 دقيقه تقريبا الا اسمها كده المحور قناه المحور 90 دقيقه 90 دقيقه مذيع اسمها جيهان لبيب بس انا مش شمعها. هتشوفوا حلقه لدرجه ان الصهاينه اخذوها وترجموها ونزلوها في صفحه الكتابه العربيه في فيسبوك. عندهم فيسبوك اسمه صفحه الكتابه العربيه. نزلوا حته منها وقالوا ايها المصريين لا تصدقوا المؤرخ اسلام الشمعة. وبداوا يمسكوني ضد السماء ضد السماء. قلت سمعي يا ابني انا عمري ما فهمت الغباء اكتر. ازاي دول عارفين يحتلوا ازاي؟ ده دول كم الغباء حتى في الكلم. عشان كده بقول لك سلاح التاريخ ده سلاح رهيب. لما هو بيقول لك انت ضد الساميه يا ابني ما انا سامي. انت العرب اللي فوق دول في الشام دول ايه؟ العرب دول جايين من ايه؟ ما هم دول جايين من اصل سامي. احنا هنا في افريقيا حام. حام وسام. فانت لما سيادتك بتقول انت ضد الساميه يعني انت ضد سوريا وجيب انت مش ذكي. وتعمل من اي الحرب العالميه لان هناك يقول لك انتي سيمتزم. ليس اشق على نفسي من الكتابه عن حرب اكتوبر 73 دي العجوز الشنطاء جول ده ما هي. وبالمناسبه الصهاينه بيغيروا اسمائهم يعني بن جوريون مش بن جوريون هو يحط اسم يهودي علشان يدي نفسه اليهوديه. اقرا عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه. الصوره بتاعته تحفه.
ليس اشق على نفسي من الكتاب عن حرب اكتوبر 73، حرب يوم الغفران. ده مالي يقول لك يوم الغفران؟ قال يعني عشان يحسس العالم ان بص احنا بنلاقي ما بنشتغلش، ربنا واحنا غلابه خلاص. وبالمناسبه بقى عشان يبقى بس الكلام، يوم السبت انا كنت في الخليل، طبعا مسجد ابراهيم انتوا عارفين في الخليل في فلسطين العظيمه 2013، وشفت لك عربيه صهيونيه من الجيش الصهيوني ماشيه في الشارع. وقفت بقى ما عرفتش امسك نفسي، يعني عارفيني بقى ما بعرفش ولا فين ولا مين. رحت ضربت، مش النهارده السبت؟ مش عربيات النهارده ولا انا فاهم ازاي يا عم؟ ليس اشق في الاتوبيس بتاع المجموعه بتاعتنا المصريين. ليس اشق على نفسي من كتاب عن حرب اكتوبر حرب يوم الغفران، ولا انا اكتب عن الحرب. لا يا شيخ، لا يا سيدي، لا انا اكتب عن الحرب. انت بتكتبي كتاب اسمه حياتي، اكتبي بقى عن اللي حصل لي في 6 اكتوبر. لا انا اكتب عن الحرب. منافقين وكذابين بشكل من الناحيه العسكريه، فهذا اتركه للاخرين. عارف اللي هو ايه؟ انت لو وقعت الشاي ماليش دعوه، مش انا وقعت الشاي، شوفي يا اخويا. ولكني اكتب عنها ككارثه ساحقه وكابوس عشته بنفسي، وسأظل باقيا معي طول العمر. جولدمهير ارسلت لنيكسون برقيه بتقول له انقذونا اسرائيل تحترق، وفكرت في الانتحار. بعد مقابلته معه قال رئيس الاستخبارات للسكرتارية، عملت لقاء مع رئيس المخابرات بتاعها، فطلع من اللقاء سكرتيرة جولدا مائير صاحبتها، يعني هي سكرتيرتها وصاحبتها، فصاحبتها قالت لها بعد كده رئيس المخابرات قال لها ايه وطلع، لان خلاص خلص الميتنج الكلام الرسمي، طالع لقى السكرتيرة، فقعدت اتكلمت بقى مع السكرتيرة شوية، كلمتين كده على الماشي، قال لها ايه؟ لا تقلقي لن تكون هناك حرب. لما؟ لان الصهاينه شافوا التحركات، يعني في كلام السنه دي على ان الصهاينه كانوا عارفين ان 6 اكتوبر يعني مفاجاه، ما كانتش مفاجاه توتالي. لكن هي الفكره في ايه؟ طب ما هم بيعملوا الحركات دي كل شويه، المناوره اللي بتحصل كل شويه دي، ها، والتحركات، وجابوا العربيات هنا وبيتجربوا يعملوا ممر، يعملوا كوبري في الميه او بتاع، الحركات دي كلها انتوا عملتوها قبل كده، مين ده اللي هيعرف يقوم يحارب وهم اصلا صايمين وفي رمضان وبتاع فأكد الكلام ده المخابرات ان هو قال لها لا تقلقي لن تكون هناك حرب، احنا عايزينكم بالجمله دي كده نايمين في الغرور بتاعكم يا صهاينه، ان حرب اكتوبر اثبتت للعالم اننا لسنا اقوى من مصر، كما ان هاله التفوق الاسرائيلي التي كانت اسرائيل توهم العالم بانها اقوى من العرب عسكريا وسياسيا، وان العرب اذا تجاسروا وبداوا الحرب فان الهزيمه ستكون من نصيبهم، هذه النظريه قد انهارت تماما. موشي ديان فبراير 1974. واخيرا حاجات كتيره بس عشان ننهي، في قائد مصري قديم عظيم اسمه احمس ابن ابانه. هذا مش احمس احمس اللي احنا عارفين، ده واحد احمس تاني، يعني في احمد وفي احمد وفي احمد، صح؟ بعدين في احمد في مصر القديمه كان في احمس واحمس كان في احمس، لازم تقول احمس كمان. فيحمس ابن ابانا ده قائد رهيب. واحمس ابن ابانا ساب لنا السي في بتاعه في المقبره واخر في الليله. وقال لنا عمل ايه وانجز ايه؟ يقول القائد لاحمس ابن ابانا: ان اسم الرجل الشجاع يمكث في الشيء الذي فعل، وانه لن يخمر اسمه في هذه الارض الى الابد. هذا القائد العسكري احمس بن ابانا، قائد رهيب. في عالم اسمه بيير مونتي ترجم الجمله اللي انا هقولها لكم بالهيروغليفي دلوقتي دي: يو لان ان قن ام ارت ان اف ان حدم ام انت بن جد. وقد ترجمها بيير مونتي الفرنسي: ان ذكر الانسان الذي يقوم باعمال البطوله لن تمحى ابدا من هذه الارض. وبعتقد ان هذه الجمله التي تاتي من فم مصري من الاف السنين اللي هي تكون خير ختام لهذه المحاضره التي جمعت ما بين الجيش المصري القديم والجيش المصري الحديث، وايضا جمعت من المفاجات التاريخيه والردود على بعض التشكيكات التي من الممكن ان تكون قد حدثت. لو اي حد عند حضراتكم عنده سؤال ممكن او تعقيب